هيفا وهبي بحثت عن الأضواء والكاميرا في بداياتها، وها هي اليوم ترتئي أن يكون دخولها القفص الذهبي بعيدا عن الكاميرا. هيفا التي أسرت قلوب آلاف المعجبين اتخذت قرارا فريدا من نوعه في العالم العربي بأن تبيع صور زفافها بنفسها وتمنع المدعوين والمتطفلين من التقاط صور زفافها الذي وقع في 24 من أبريل الماضي. صورة هيفا مرتدية فستان الزفاف إلى جانب زوجها أحمد أبو هشيمة المعروف بملك الحديد في مصر باتت صيدا ثمينا تتهافت عليه كبرى وسائل الإعلام العربية. روابط الإنترنت المتعلقة بزواج هيفا من فكت تتزايد لتتجاوز 300، حديث عن صفقات بمبالغ طائلة عقدتها هيفا مع شركات خاصة لبيع صورها الفوتوغرافية وشريط فيديو ليلة العمر. أنا هيفا، أنا من غيري، أنا قلبي اللي ابتلى بعيون حلوين. حديث تزامن مع أنباء عن أن هيفا حسمت أمر صورها من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات لبيع صور عروس الموسم بنسبة مئوية من العائدات. وبالرغم من كل ما تردد سالفا، نفت هيفا وهبي فكرة بيع صورها وقالت إنها ستتكفل شخصيا بإرسالها إلى وسائل الإعلام، كما أكد مكتبها أنها لم تتخذ بعد أي قرار نهائي في هذا الشأن، وقد يحسم الأمر بعد عودتها من شهر العسل في جزيرة كابري الإيطالية. صور زفاف هيفا وهبي أثارت مسألة ما يعرف بجنون الإعلام وشغفه لكشف أسرار النجوم وصورهم، وهو ما يفسر قرار هيفا بالتحكم في صور زفافها على غرار نجوم هوليود.